اللي هو واحد من الاولاد طلب مني يعني باش نوريهم باش نقول له قداش فيها من براويز الكهرباء او قداش فيها من جوانس بي. طبعا نوريكم نتاع العجلات، عندنا واحده بتاع البركان هنا تجي من اللوطه نتاع الكرانك اللي هي نتاع كله، واحده من خلف تجي ما بين الموتور والبوات. مهمته يمنع خروج الزيت لبرا، جوانس بي مهمته يمنع الخروج برا في كل الحالات، مثلا حتى الكومبرسير نتاع الكيماليزير بما انه يدور في وسط الغاز والزيت تلقى فيه جوانس بي لابد. يعني اي حاجه تعمل بالزيت او بالماء او بالغاز وعندها البعض من القطعه تخرج منها برا لابد تلقى فيها جوانس بي. في علبه السرعه كيف كيف، في علبه السرعه تلقى في الكاردونات الاثنين، كاردونات الاثنين تلقى في الفيتاس هنا تلقى جوانس بي، تلقى علبه اسمه براويل، براويل منها. يعني كل حاجه تعمل بالزيت وخارج منها البعض البرة لابد باش تلقى فيها براويل براويل العاديه نتاعها في كل الحالات. ان شاء الله تنفعكم حالكم هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندنا كل عجله كل كفر عنده براويل في الرولمون نتاعو، في الرولمون بلي في الرولمون نتاعو فما براويل منها من قدام على اليمين، فما براويل من قدام على اليسار هنا، وفما من الخلف تلقى هنا براويل فصل الرولمون هنا باش ما يدخلهاش الماء كيف كيف من هنا، وتلقى رولمون من هنا باش ما يدخل براويل هنا يعني جوانس بي سموه باش ما يدخلهاش الماء. كل عجله تلقى فيها واحد او اثنين انت حسب نوع السياره.